نكمل كلامنا في الوورد ونشوف ازاي ان احنا نتعلم ازاي تكتب تكست في الوورد. والوورد بالنسبة لنا بنكتب فيه تكست. طيب يعني ايه بنكتب تكست؟ بنتعلم البيزكس الوركينج ويز تكست في الوورد 2013. يعني تاد تديليت تو موف تفايند حاجة تفايند كلمة تفايند جملة زي ما انت عايز. اول ما بنفتح الوورد بيصير لنا حاجه اسمها الانسيرشن بوينت. يعني لو احنا حابين نفتح الوورد حاليا هنشوف اي فايل وورد عندنا. ده فايل وورد اهوت، لو هو بلانك زي ما هو. لو انا بكتب من على الشمال يعني بكتب انجلش هلاقي البلانك كيرسور دوت اللي طالع لي دوت بيبقى موجود في اول الشمال فوق في الكورنر تو ذا ليفت. لو انا بكتب عربي هيبقى موجود في الناحيه اليمين هنا برضو في الكورنر المفروض. ده بداية الكلام، ده بداية الكتابة. نفترض ان انا هقعد اكتب شوية حاجات انجلش، اكتب شوية كلام. انا محتاج اما اكتب اعمل سبيس بين الكلمات وبين بعضها. هنشوف ايه اللي هيتم دلوقتي اللي احنا عايزين نتكلم عليه. طيب زي ما قلنا البلانك دوكمنت اول حاجه يطلع لك الانسيرشن بوينت هيبقى في تو ذا ليفت في الكورنر هنا على الشمال لو كنت بتكتب انجلش، وفي الكورنر اللي على اليمين في التوب لو كنت بتكتب عربي. لو انت عايز تعمل تكتب بقى في الوورد نفسه فبتكتب بعض الكلمات. انا قاعد اكتب هنا برضه محتاج بس ان احنا نروح للوورد هنروح له. ممكن اكتب هنا مثلا ايه احمد واضيف مثلا لازم اعمل سبيس اللي هو السبيس بار الموجود دوت مثلا جو تو وورك مثلا. يبقى انا بعمل سبيس ما بين كل كلمه وكلمه عشان خاطر الكلام يوضح. لو ما عملتش الباك سبيس السبيس اللي عندي ديت هلاقي السبيس بار هلاقي الكلام كله او الحروف كلها كانها شابكه ببعضها فمش هتبقى واضحه. فعشان خاطر تكتب لازم تعمل عمليه سبيسنج بين الكلمه والكلمه. لو انت عايز تبدا نيو باراجراف، يعني ايه نيو باراجراف؟ يعني انت كتبت او نيو لاين، انت كتبت سطر وعايز تبدا من اول السطر تاني فبتدوس على انتر في الكيبورد عشان تنزلك ليه. يبقى انت قطعت كده اللاين دوت فبتحطه بتحط بوينت او نقطه زي ما بنقول عشان خاطر تبقى انت قفلت اللاين دوت وتبدا سطر جديد او هتبدا تكتب من اول وجديد. يعني زي انا مثلا لو هكتب كده كتبت خلاص خلصت هحط نقطه وابدا من اول السطر تاني عشان خاطر لما اكتب تاني الكلمات تكون دي بداية الكتابة من أول السطر. ناخد دايما بالنا إن هو دايما بيخلي لي أول حرف في أي كلمة بادئة كابيتال. في ممكن يحصل مانوال بليسمنت. يعني إيه مانوال بليسمنت؟ أكون أنا مثلا كتبت خلاص باراجراف بس في جملة عايز أزودها، سطر عايز أزوده، حرف عايز أزوده، فباجي بالكيرسور بتاعي وأروح واقف باللوكيشن هنا مثلا زي ما أنا واقف هنا في المكان ده وأبتدي أكتب اللي أنا عايز أزوده في السطر بتاعي. ده بيساعدني على عملية إضافة كلمات في أي لوكيشن أنا محتاج إن أنا أضيف عليها. ممكن أكون عايز أسلكت باراجراف معين، السلكشن دوت لأي سبب ما عايز أعمل له هايلايت، عايز أغير لونه، عايز أشيله، عايز أعمل منه تكرار، فبقف بالكرسر أهوت أنا وقفت بالبوينتر وقمت جاي متحرك علمت على الجزء اللي أنا علمت عليه أهو تاني أهو. هناخد بالنا بس ايه اللي بيحصل؟ هو علم لي على الكلام الكام كلمه اللي انا علمت عليهم. في حاجه تانية ظهرت لي اسمها ايه؟ فوق هي ديت اسمها الهوفر تول بار او الهوفر بوكس. ده في شويه حاجات انا ممكن اشتغل بيها زي ان انا ممكن اغير الفونت او ان انا اعمل بولد او اعمله ايتاليك او ان انا احط تحت سطر او ان اغير لونه. في شويه حاجات ممكن استفيد منها موجوده كلها في الهوم بس بتظهر لي فوق السطر اللي انا عايز اشتغل عليه. ممكن لو انا عايز هنتكلم عن الهوفر تول بار اهوت اللي هو بيقف فوق. مجرد ما بتعلم على سطر او بتعلم على كلمه بيطلع لك الهوفر تول بار تقدر تستخدمه في تغيير الكلمات. يعني انا هعمل كده مثلا اهو وهقول مثلا ان هنا هزود الخط شويه هصغره وهكبره زي ما انا عايز. انا سيلكتنج اخليه بالاحمر اي حاجه استخداما للهوفر تول بار الموجود. ممكن تكون حضرتك عايز تقف على كلمه معينه تعلم عليها او باراجراف كامل. لو واقف على الكلمه هقف على الكلمه كده واعمل دبل كليك اديني علمت على الكلمه اللي انا عايزها.
طب لو انا عايز اعلم على الباراجراف كله، هقف على اي مكان في الباراجراف واعمل ثلاثه دبل كليك. تريبل كليك يبقى يعلمني على الباراجراف كله اللي هو موجود. طبعا كلمه باراجراف معموله معروفه انها عباره عن جمله كامله تنتهي بنقطه. يعني لو كان هنا هو مش ناهي الكلام دوت بنقطه وكنا عاملين كده، كان هيبقى كل ده بالنسبه لي هو الباراجراف. كان هيبقى ده بالنسبه لي كله هو الباراجراف بتاعي. ممكن كنت عايز تدلت كلمه انت كتبتها. على حسب بقى انت هتقف بالكرسر فين، مثلا هنقف هنا. اللي انت عايز تدلته على شمال الكرسر ولا على يمينه؟ على شماله ولا على يمينه؟ دي نقطة مهمة. الانسيرشن بوينت بتاعنا لما حطيتها، انا هبقى اللي انا عايز ادلته على الشمال ولا على اليمين. لو كانت على الشمال هستخدم الباك سبيس في الكيبورد هنا، لا في عندي حاجة اسمها الباك سبيس كي، فهيرجعني للشمال. طب لو كانت على اليمين هستخدم الديليت كي، فيدلت لي كل الكلام اللي قبل الانسيرشن بوينت اللي انا واقف بيها في المكان اللي انا واقف بيه، فمثلا هيدلت لي كل الكلام اللي هنا ده. ولو انا كنت استخدمت الباك سبيس كي كان هيدلت لي الكلام اللي على الشمال. انا عايز اغير الفونت مثلا، فبروح اعمل نافيجيت من خلال الفونت هنا. ادي عندي كتير قوي اهوت، بعمل دروب داون ليه بالارو. انت مجرد ما تقف على اي فونت منهم بتبص تلاقي الكلام اتغير. يعني انت ممكن تقدر شويه شويه كده تغير لو انت مش رايح لحاجه معينه. يعني انا مثلا لما هغير، مثلا انا عايز اروح مثلا للتايم رومان، النيو تايم رومان مثلا، انا عارف مكانه ان هو تحت هنا تايمز نيو رومان، فهروح له على طول. لكن لو انت عايز تنافيجيت وتقعد تتفرج كل شويه عشان تعرف انت عايز الفونتات دي شكلها ايه، يمكن فونت منهم تاني يعجبك غير التايم رومان، ممكن تقف على اي فونت وتشتغل. لو عايز تكبر او تصغر الفونت على حسب ما انت عايز، فبرضه بتروح على الفونت بوكس وتدوس عليها وتختار الفونت اللي انت عايزه. طب نفترض مثلا انت مش عاجبك في ولا فونت من دول، يعني ده 20 24 28 32 36، انت عايز حاجه ثانيه، عايز 22 مثلا، عايز 26، عايز 28، ما انتش عايز تنط النطات الكبيره ديت، فبتيجي تقف هنا. هو حاليا اللي مكتوب بيه ده 28، ممكن اقف هنا واكتب 22. مجرد ما اعمل انتر هو خلاص هيصغر لي الخط يبقى 22. في جنبي هنا في علامه كده، ايه كابيتال وايه كابيتال، الاثنين عليهم داش، بس دي كبيره ودي صغيره. ده بيقول لي ان ده بيصغر الخط، مجرد بوان كليك بينزله لي تقسيمه من التقسيمات اللي موجوده هنا في المربع ده، وده بيكبر لي الخط. ده بيصغر الخط وده بيكبر الخط. ممكن اكون عايز اغير اللون، فممكن ابدا هنا عشان اغير اللون بتاع الكتابه بتاعتي. ممكن اخليه اصفر، اخليه اخضر، اخليه احمر، زي ما انا عايز اكتب بالطريقه اللي تعجبني. نفترض ان الالوان دي كلها مش عجباني، هروح على مور كلر، هيظهر لي مجموعه الوان هنا، يا تختار اللون مثلا، اخترت انا اللون ده هو ده اللي انا هشتغل بيه وهكذا. عايز ارجع للون بتاعي الاصلي، هرجع للون الاسود. طب انا عايز كلمه واحده اعمل لها الونها، ادي كلمه واحده هقف عليها، فممكن اعمل لها دبل كليك واقف عليها على طول. ممكن اخليها بولد، ممكن اخليها مش بولد، ممكن اخليها ايتاليك مايله، وممكن لا، ممكن احط تحتيها خط لو انا عايز، واغير الكلر بتاعها بالشكل ده. يبقى انا اقدر اتحكم في الكلر بتاع الكتابه عندي، سواء لجمله او لكلمه او لحرف. ممكن حرف واحد، ممكن اكبر حرف واحد واصغره. في بعض الكتب بتكتب ايه على اول حرف كده، تقوم مكبراه قوي عشان تدي لفته الانتباه ان دي البدايه. وممكن تغير لونه هو بس، وممكن تخليه مايل، يعني مش على حسب انت التمبلت بتاعك اللي انت بتكتب فيه، انت عايز شكل التمبلت بتاعك ايه، او عايز شكل الكتابه بتاعتك شكلها ايه. ممكن تغير زي ما قلنا في السايز بتاع الفونت، هتروح من الهوم برضو في الهوم تيب وهتشوف السايز هنا، وتختار من الجدول دوت اي سايز انت عايزه. ممكن في الفونت سايز بوكس برضو تكتب السايز اللي انت محتاج تكتبه لو هو مش موجود في قلب التقسيمه اللي انت شايفها قدامك هنا. لو هو مش موجود فتكتب السايز اللي انت محتاجه وتدوس انتر. ممكن في الجرو اند شرينك فونت كوماندز، اللي هي قلنا الايه الكابيتال والاي كابيتال اللي عليهم علامه، اللي هي واحده فيهم بتصغر الخط والتاني فيهم بيكبر الخط باي كليكايه منهم، بدوس كليك واحده فبيكبر او بدوس كليك واحده بيصغر على حسب الفونت اللي انا عايزه. دي طبعا بتقعد تظبط بيها، يعني انا مثلا عايز اعمل كده، دي بتظبط بيها وانت لايف، يعني انت عايز تشوف الشكل، هل الشكل كده حلو ولا لما اعمل كده حلو. انا ما يهمنيش دلوقتي
ما ببصش على السايز هو كام، انا ببص على الشكل نفسه هيبقى كويس ولا مش كويس. طب ممكن تغير الكالر، قلنا انك تخش على برضو الكالر بار وتغير فيه الكالر بتاعك، سواء كان بتغير في كلمة او تغير في باراجراف او تغير في سطر كامل موجود عندك. واذا ما كانش موجود، قلنا لو ما لقيتش الكالر اللي انت عايزه في من ضمن مجموعة الكالرز اللي تظهر لك، ممكن تروح على مور كالر، هيدي لك مجموعة الوان كتيرة جدا، سيلكت منها الكالر اللي انت عايزه، يبقى هو ده اللي انت اخترته وهيشتغل بيه. ممكن تعمل هايلايت. يعني ايه تعمل هايلايت؟ يعني انت عايز تعمل علامة على احد كلمة دي مثلا كده، عايز اعمل عليها هايلايت. اروح في الهوم وادي الهايلايت اهيت، ممكن تبقى صفرة على حسب بقى الكالر اللي انت عايز تعمل بيه الهايلايت، ممكن تغير اللون بتاعك تبقى لون تاني خالص. طب لو انت عايز تشيل الهايلايت تاني، بتعلم على الكلام اللي عندك وترجع تاني تشيل الهايلايت، يعني مجرد ان انا عملت علامة او شلتها فانا كده بشيل الهايلايت او بوجده. هي مش موجودة الهايلايت، مش موجودة في الباوربوينت، عشان كده انا رحت للوورد عشان اوريها لك. دي قلنا الطريقة بتاعت ازاي تشيل وتحط الهايلايت وازاي تغير في اللون بتاعه. لو انت عايز تستخدم البولد او الايتاليك او الاندرلاين كوماند، قلنا انت اللي ما عليك انك انت هتقف على الكلمة اللي انت عايزها او الحرف او الباراجراف الكامل. يعني مثلا ممكن الباراجراف ده كله اخليه مثلا ايتاليك مايل كده، او ممكن احط تحته كله خط يبقى كله تحت الخطوط بالشكل اللي قدامك ده، او اخليه كله بولد لو هو الكلام ده مهم بالنسبة. طبعا استخدام الحاجات دي ما هواش كده عشوائي، استخدام الكلام ده بيتم بناء على انت عايز تظهر ايه في الباراجراف اللي قدامك ده، وعايز الراجل اللي بيقرا الكلام اللي انت كاتبه ده يهتم بايه. ما تيجي تعمل له كلمه بارزه قوي كده زي البولد، معناه انت عايزه يبص عليها كويس لانها واضحه. لما تيجي تعمل له سطر كامل بولد، يبقى انت عايزه يركز على السطر ده في قرايته، او تحط له تحته خط عشان يبقى فاهم ان انت الجزئيه دي مهمه انت محتاج ان هو يركز فيها. العمليه مش عمليه ان انا عايز اقعد العب بس بالايه؟ بالكوماندز الموجوده. ممكن نغير الكيس كلها بتاعت الحروف بتاعتي، يعني زي ما انت شايف الحروف اللي قدامك دي، لو انا دوست هنا اول واحد فيهم بيخلي لي اول كلمه في السطر اول حرف فيها كابيتال، وهي اول حرف فيها كابيتال وين، وكلمه اون. طب لو انا دوست على اللي بعدها هتخلي لي كل الكلام سمول. لو انت خدت بالك حتى كلمه وين الدبليو بقى السمول والاو بقى السمول في اللي تحت في الباراجراف اللي تحت. اللي بعديها كله ابر كيس، الكلمات كلها تتحول الى كابيتال ليترز. طب اللي بعدها خلالي كل الكلمات اللي بتبدا كلها ابر كيس، اللي هي الكلمات اللي ليها اول كلمه في كل اول حرف في كل كلمه كله بقى ابر. يعني اول حرف انا هتلاقي هنا كلمه هوين الدبليو يو الواي نيد الان، خلالي اول حرف من كل كلمه كابيتال. كده العكس كله كابيتال واول حرف من كل كلمه سمول، يعني خلى لي كل الحروف كابيتال سوري، واول حرفين في الباراجراف خلاهم سمول زي كلمه هوين وكلمه اون، خلى الدبليو سمول وخلى الاو سمول. شوف انت بتحب تشتغل ازاي، وعلى هذا الاساس تقدر تظبط الكلام بتاعك وتغير الكيس بتاعت الشكل بتاعك. ممكن تعمل حاجه اسمها الاينمنت بقى. يعني ايه الاينمنت؟ انت عايز تظبط الاسطر اللي انت كاتبها دي، هل كلها بتبدا من ناحيه الشمال متساويه؟ هل كلها بتبدا منها من ناحيه اليمين متساويه؟ هل هي ممكن تبقى في النص يمين وشمال على حوالين السنتر وهمي متساويه من اليمين ومن الشمال من الليفت والرايت؟ ولا هل هي جاستيفاينج انها بتتفرد يمين وشمال في كل الصفحه بتبقى متظبطه؟ يعني زي ما بتقول اهوت في الليفت الاينمنت مثلا، احنا بنظبط البدايه كلها من على الشمال، يبقى كل الكوماند او كل الجمل كلها بادئه من على الشمال مظبوطه في المارجن بتاعها، لكن على اليمين ما بتبقاش مظبوطه. لو في السنتر الاينمنت هيبقى في ايكوال ديستانس فروم ليفت تو رايت، لو على الرايت يبقى كله هيبدا في الرايت مظبوط، وفي الشمال هيبقى الناقص بتاع الجمل. لو جاستيفاي هيخليني الكلام ايكوال اون بوث سايدز. ده تشالنج ليك بحيث ان انت تجربه، هتفتح اي فايل موجود في الوورد عندك وتغير بقى في الفونت ستايل وفي الفونت سايز وفي الكالر،
وتعمل هايلايت وتعمل بولدنج وايتاليك واندرلاين، وتغير في الكيس بتاعت الكلام التكست بتاعتك، وتعمل الاينمنت، وتشوف تنسرت سيمبل او تكست في الصفحه عشان تتعلم ازاي تعمله. البيج لاي اوت يعني انت محتاج شكل الصفحه ازاي، هل هي عايزها فيرتيكال ولا هوريزونتال، عايز المارجنج بتاعها قد ايه، هل انت عايز السايز شكله كام، اي 4 ولا اي 3، ولا على حسب انت هتطبع ايه ونوع البرينتر بتاعك ايه. ما انت ما تروحش تختار سايز من الصفحه مثلا، الصفحات كلها الديفولت بتاعها اي 4، ما تروحش تختار اي 3 ولا اي 5 مثلا وانت البرينتر بتاعك ما بيطبعش الكلام ده، لازم يكون البرينتر بتاعك بيطبع السايز اللي انت مختاره. عشان تغير الاورينتيشن روح للبيج بلاي اوت. تعالى بقى نروح نشتغل شويه كده على الوورد في البيج لاي اوت، لان هنا ما فيش، ادي البيج لاي اوت اهي، ادي المارجن، ادي الاورينتيشن، انا عايز الصفحه هل هي بورتريت ولا عايزها لاندسكيب، هل هي فيرتيكال ولا افقي، على حسب الاختيار انت عايز تختار الصفحه شكل ايه. السايز بتاع المارجن الصفحه بتاعتك، هل انت بتشتغل اي 4 ولا بتشتغل ليتر، ولا عايز تغير في سايز مختلفه، ولا تكستمايز لنفسك صفحه مخصوص، يعني تعمل لنفسك كاستمايزنج وتروح تشوف تظبط الصفحه بالطريقه اللي انت محتاج انك تظبطها. بس قبل ما تعمل الكلام ده لازم يكون البرنتر بتاعك جاهز ان هو يظبط لك، يبرنت الصفحه دي. ممكن تروح تظبط المارجنز، في عندك برضو كذا مارجن محطوط بناء على اللي موجود، وبعدين في حاجه اسمها كاستمايز مارجن، انت برضو تقدر تكستمايز اللي انت عايزه في الصفحه اللي انت عايزها. طبعا انا دخلت هنا من كذا حاجه، انا ممكن اجي هنا شايفين العلامتين السهمين اللي موجودين دول، لو دوست عليهم دبل كليك هيديني البيج سيت اب، ولو جيت على الباراجراف اللي بعديها دي ودوست برضو هيديني بتاعت المارجن سيت اب، ازاي اظبط المارجن. يعني انت ممكن تعمل كليك من خلال المارجن، وممكن تعمل في الكاستمر مايزنج، وممكن تيجي من هنا وتظبط بالطريقه الاسرع ليك لو انت عايز تشتغل. نرجع تاني للباوربوينت، بنقول ان انت ممكن تظبط الصفحه تخليها يا اما بورتريت او تخليها لاندسكيب على حسب انت عايز تطبعها ازاي. والمارجن بتاعك لو انت لسه بتفتح بلانك وورد هتلاقي المارجن بتاعك سايب من على اليمين ومن على الشمال 1 انش، ده النورمال بتاع اي صفحه من الصفحات. انت عايز تغير بقى براحتك، بس قبل ما تغير وتلعب في الدوكيومنتيشن في السايز بتاع الدوكيومنت بتاعك والمارجن بتاعك لو انت ناوي تطبعه، لازم الاول تروح تشوف ان كان البرينتر بتاعك بيسبورت الكلام ده ولا لا. طيب شوف تاني كده، لو كان ان انت عايز تكستمايز الصفحه، انت عايز تعملها كستمايزنج، نشوف هي فين الباوربوينت بتاعتنا، عايزين نشير الباوربوينت. تقدر تكستمايز من الصفحه بتاعتك من المكان ده، تكتب الارقام اللي انت عايزها يسيب منين وفين ويخلي الصفحه كستمايز بقى البرنتر. ممكن تاني تكستمايز البرنتر بتاعك، ازاي نكستمايز البرنتر؟ انا النهارده مش عايز اطبع الهول كومنت، الهول بكومنت بتاعي مش عايز اطبع كله، يعني مش عايز اطبع الصفحه كلها بالكامل، انا عايز اطبع او الدوكومنت بتاعي بالكامل، انا عايز اطبع مثلا خمس ورقه نمره 5، ورقه نمره 3، ورقه نمره 4 وهكذا، يعني مش عايز اطبع كل الايه الورق كله، انا عايز اطبع كم صفحة بس، مش هطبع كل الصفحات اللي موجودة، يعني هعد صفحات معينة. فممكن عادي جدا تكستمايز انت الكلام ده، تيجي في المكان اللي انت عايز تعمل فيه عدد الصفحات او تكس الصفحات اللي انت هتحددها، وتقول مثلا صفحة 1 وبعدين كومة، صفحة 3 وبعدين كومة، من 5 ل 7 وبعدين كومة، من 10 ل 14 وهكذا. تقدر تكتب فيها في المكان دوت عدد الصفحات المعينة اللي انت عايز تطبع. ممكن تروح تفتح وورد تعملها بريفيو للبرنتنج وتشوف شكل البرنت، الصفحه هتبقى شكلها ايه، وتطبع لنا صفحه واحده، وبعد كده اقعد غير في السيتنج وادجست ليها بحيث انك تطبع الصفحه وش وضهر،
وبعدين كاستمايز البرنتنج بتاعك بحيث ان انت تشوف النمبر بيجز اللي انت عايز تسلكتها، تعمل لها سيلكشن وتطبعها. شكرا.